ايوه جبت العربية؟ 5 minutes اوكي. لو احمد اتأخر انا ممكن اوصلك. هو حضرتك بتشتغل سواء بعد الظهر؟ لو واحدة زي القمر انا بشتغل اي حاجة. مختار ناصر. وانا مالي؟ لا وانا مالي ايه؟ انا سايب ترابيزة عليها وزير علشان اجي اتعرف عليك. شافي ايه الجمال؟ شفتك قاعد معاه. لسه مالي ايه؟ شهيرة القاضي. رايحة فين؟ مش هتقدري تمشي دلوقتي. ليه بقى؟ اولا احمد لسه ما جاش، ثانيا شكلك بنت محترمه وبتفهم في الاصول، ما يصحش واحد ما بيتكلم معاكي ما عملش حاجه غلط تسيبيه وتمشي. احمد متصل. ايه يا احمد؟ وصلت خارجه حالا. استني بس، انا لو عايز اشوفك تاني او العكس هنعمل ايه؟ لا ما اظنش هينفع. تليفونك؟ وهمشي. ايوه انت فين يا مختار؟ انت لسه نايم؟ لسه نايم. الساعة كام؟ الساعة 12 الظهر يا حلو. خلصت الماركتنج فعلا؟ خلصتها. سبتها لك مع سعد امبارح. يعني انت مش جاي الشركة ولا ايه؟ جاي الشركة ليه بقى؟ عندنا شغل يا بني ادم. عارف انك بتبقي زي القمر او ممتسي؟ ايوه. بتكلم مين؟ مين شكله زي القمر؟ لا لا مش انت. رايحة فين؟ هعمل نسكافيه. نسكافيه؟ هات النسكافيه وتعالى يا حلو. وما تنساش ميعاد الساعة 9، ميعاد الحفلة. لا مش فاكر أنهي حفلة. حفلة سيادة الوزير يا بني آدم. ماشي. مع السلامة. اختار ده ابني التالت اللي أنا ما خلفتوش. تالت؟ هو انت عندك ولاد؟ انا عندي ولدين فعلا. ده سامح متجوز وعايش في كندا ومخلف بنت. ما شاء الله. وده هاني متجوز وفي المانيا وعنده ولدين. ما شاء الله عيلة حلوة. يعني انت جده على كده؟ وما بشوفهمش بقالي 3 سنين تخيلي. ليه بس؟ زي ما انت شايفة انا مشغول طول الوقت. وهم كل واحد مالي في حياته. معلش. تعالى يا سعد. ده الملف الخاص بخطه التسويق. سابوه لك امبارح لسه مختار قبل ما يمشي. طيب انا برضو كنت طلبت الملف بتاع تراخيص ارض العين السخنه، جهزته ولا نسيته؟ انا اسف يا فندم، بس بصراحه بعد ما امان ما مشيت وسابت الشغل يا فندم بقيت مش ملاحق. يا فندم بقالها شهر خلاص شهر خلاص وانا خلاص خلاص يا سعد خلاص روح خلص الملف. خلاص على اذنك. طب ما انا استلم هنا وابقى السكرتيرة واساعد سعد. وانت هتقدري؟ اقدر. ما اقدرش ليه؟ اقدر. بس انا مش عارف حتى انت خريجة ايه؟ اشتغلتي قبل كده ولا لا؟ انا كمان يعني مش فاكرة حاجة ولا اعرف انا اصلا اعرف ايه بالظبط، بس اجرب ويمكن يعني. طب بصي انا موافق. بجد؟ بكرة هتيجي معايا حفلة وهيبقى ده أول ظهور رسمي ليكي كسكرتيرة خاصة ليا، إيه رأيك؟ حفلة؟ بس انا ما عنديش يعني لبس يليق على حفله وكده، انا ما عنديش غير كام حاجه اللي انت يعني مشكور جبتهم لي. بسيطه جدا، احنا هنشرب قهوه وهننزل نجيب احلى لبس يليق بالشغل الجديد، ايه رايك؟ ماشي موافقه. شكرا قوي. تمام. Thank you.
حلو لو سمحتك. مش احلى منك. مش هتقولي بقى ايه موضوع الحفله اللي انت كنت نسيت تروحها دي؟ حفله عاملها الوزير شفيق جمل ومراد مصمم ان انا اروح. مراد ده صاحب الشركه؟ اه بس انا يعني مش بشتغل عنده، هو صاحبي. ده صغير بقى. لا هو كان صاحب والدي الله يرحمه، زي ما بتقولي كده بني. طيب مش هتقولي بقى حكايه المكان الغريب اللي انت عايش فيه ده؟ المكان ده حكايته حلوه. كنت معدي من جنب الارض دي، عجبتني جدا فاقنعت صاحبها ان هو يبيعها لي. ومن ساعتها بقى وانا كل شويه ابني حته من البيت، اوضه واوضتين كده يعني، لغايه لما بقى زي ما انت شايفه كده، على امل ان انا اجيب امي واخويا. بس طبعا مش كل حاجه نفسك فيها بتعرف تحققها. وايه اللي منعك؟ ما تجيبهم يعيشوا معاك؟ لا موضوع يطول شرحه. الساعه كام؟ انا لازم انزل كمان ساعه. انا بقول نستثمر الساعة دي في ان انا وانتي نتعرف على بعض اكتر شوية. لا اخاف. تخافي؟ ما انتي مخفتيش امبارح يعني. اصل بصراحة انت غير اي حد انا عرفته قبل كده، انت بجد مختلف. ما الناس كلها مختلفة. انا مختلف ازاي؟ اقول لك. مين بقى اللي انت رايح معاه النهاردة الحفلة؟ واحدة مختلفة خالص. عرفتي منين ان انا رايح الحفلة مع حد اصلا؟ انت لو رايح لوحدك اكيد هتقولي تعالي معايا. احتمال بس مش اكيد. اسمها ايه؟ نجوى. اه والله. اوصفها لي. مختلفة عنك تماما. شفت بقى؟ ضيعتي 10 دقايق، فاضل 50 دقيقة ولغاية دلوقتي أنا وأنتي أسامي بس. أنت بتضحكني. طب أعمل إيه؟